والله الأصل إن التصلي ورا الزول المستقيم، الزول العرف بالدين والدين الصحيح وبالاستقامة، أنت تصلي وراه ليؤم القوم أقرأهم شنو؟ كتاب الله. وزمان الصحابة ديل أقرأهم بكتاب الله، ده بكون أعلم من أعلم الناس. بعد ذاك تاني أنت بجوز لك تصلي ورا أي مسلم، أي مسلم بجوز تصلي وراه من ناحية الجواز يعني، مش من ناحية أفضلية وعدم أفضلية. زول حالق دقنه، زول عنده دقن، وإن كان الحالق دقنه ده مخالف للدين، لكن بجوز تصلي وراه، تصلي عادي وراه. لكن زول عنده مشاكل عقدية زي المعلق حجابه ده بيعتقد فيه النفع والضر، وزي اللي بيكتب الحجبات للناس زي ده واقع في شركيات، والشرك لا يغفره الله تعالى ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالزول الزي ده اللي بيكتب حجبات واللي بيعلق الحجبات يعتقد فيها النفع والضر ده واقع في الشرك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وطالما تبين لك الكلام بأدلته ما بجوز تصلي وراء، ما بجوز تصلي وراء. لو قال لك أنتم ما بتصلوا وراء الناس قل له بصلي، قل له أنا ما إلا زولي حتين أصلي وراء، هسه أنا مش جامع بلقى زول حالك دقنه بصلي وراء وما بمشي بعيد الصلاة ولا شايفه كافر، لكن هو خالف لأنه الرسول قال حفوا الشوارب واعفوا شنو، قال له لكن مخالفته دي ما بتمنع الصلاة وراه، عرفت المسألة؟ لكن زول معلق حجاب ده لو دقنه قدر ليه ركبته ما بجوز الصلاة وراه. ولو قال لك أنا معاكم ذاته معلق حجاب اعتقد فيه النفع والضر ما تصلي وراه. ولو بيكتب حجبات ده زول دجال، بيكتب حجبات وكذا ده زول دجال ما بجوز تصلي وراه، تمشي تصلي في مسجد تاني، ما في مسجد في المنطقة تشوف لك محل تسويها زي ديوان الناس يتلموا يصلوا، لما الله يفتح عليكم تسووا جامع وتتركوه تجي تكشفوا وتمشي تجيوا بعد الصلاة تصلي العشاء وتجي قلنا أنا عندي لكم كلمات تديون وتبقى معي معليش تفضل، لكن ده الحق تفضل. الأصل ألا يمتحن الإمام، الأصل ألا يمتحن، يعني الإمام ده الأصل إنك تصلي بس وراه، جيت زول من المسلمين المساجد المعروفة تصلي وراه ده الأصل، لكن بعد ذاك إذا هو معلق حاجة أو كذا أو كذا ده أنت بتمشي تناقش تمشي تبين له، لكن الأصل السلامة، الأصل في المسلم السلامة. فأنت ما بتسأل منه ما قبل الصلاة تقول لهم أسمع هذا كيف الزول لا ما كان كيف لا صلي ساهي بس صلي، بعد ذاك إذا بيغلط في الفاتحة دي مسائل تانية، بيغلط في الفاتحة وبيلحن اللحن المعروف فده الصلاة الصلاة ما بتصح، مش عشان هو مشرك لانه الفاتحه دي شنو ركن في الصلاه، حتى لو زول عالم وبيغلط فيها دي هنا، لكن الاصل انه المسلم او الاصل ان المساجد دي تدخل ما بتمتحن الزول، ما بتقول له تعالى يا زول قبل ما يقيموا اتصلوا يعني الصلاه دي من خاطر بها كده شايت وين ذاته خليه يا زول خلي صلي، ما الاصل في المسلم شنو السلام والبراء. لكن مساجد الطرق مساجد معروفة وفيها قبور والناس اللي بيصلوا ذاته عقايد وكذا وكذا دي انت بتجتنبها ما تصلي فيها، يعني ما تصلي فيها، صلي في مساجد المسلمين المعروفة العامة.